سعادة الوزير، المساعدات الإنسانية والإغاثة، يعني راجع جدل كبير. كانت هذه النقطة مثار للجدل بين المواطنين، اللي اشتكى البعض من أن توزيع الإغاثات والمساعدات الإنسانية لم يكن عادلا. كما أيضا تحدث المواطنين عن أنهم رأوا بأم عينهم هذه الإغاثات في تباع في الأسواق. والله بكل أسف يعني في تشويش بأغراض، يعني نعم. تشويش بدون أي معلومات، يعني دول يكتب في الوسائط ما بكون عنده معلومات حقيقية، بيكتب كلام ما صحيح. أنا القاعد ده كنت في بورسودان وكنت يعني عندي معلومات كويسة، يعني حتى الإغاثات اللي بتجي دي هي بالمناسبة ضئيلة جدا جدا، بل كميات الواحد بيصورها يعني نعم كميات ضعيفة جدا جدا، البروباغندا أكبر من الكمية، أكبر الكمية. من اللي هنا بصراحة. نعم. يعني كويس، أنا أفتكر إنه الحكومة الآن المسؤولة عن المسائل دي بمستوى عالي جدا برئاسة رئيس الوزراء himself يعني. نعم. بالتالي كل الحديث اللي بدور ده صراحة ما حقيقي، حديث له غرض زي ما قبل قلتها كده، وكل المعلومات كل الحقائق والحقائق موجودة، يعني موجودة عند إذا كان عند وزير ال وزير الشؤون نعم التنمية فوضى الشؤون التنمية لا وزير التنمية الاجتماعية، وزير التنمية الاجتماعية هو موجود، يعني هو مراقب ومتابع بشدة. وبعدين يعني الحديث البدور حول يعني الاتهامات وصلت أيضا الوزير، يعني سعادة لا الوزير لا اتهامات غير هو صحيحة، لم يستثنى منها. يعني وزير التنمية الاجتماعية ومفوض العون الإنساني لم يكونوا يعني استثناء من هذه الاتهامات. أنا أفتكر أنه كل الاتهامات وكل الإشاعات التدور الآن هو لإضعاف الجبهة الداخلية، نعم. ليس إلا نعم. ولذلك نحن نحذر أنه الناس ما يعني في الفترة دي كل الآراء كلها يجب أن تتوجه كيف أنه نعالج الأزمة والكارثة الموجودة في البلد دي بالتضامن مع قواتنا المسلحة. ده يعني أنا أفتكر أنه في الفترة دي نعم هو الأولوية، يجب أن لا يعلو صوت على صوت نعم المعركة المعركة نعم بالضبط كده نعم. ولذلك أي زول يمشي داري يفتش أنه في إغاثات في فساد وفي هنا ده نوع من الإضعاف للجبهة الداخلية. نعم، خرج بعض الوزراء من الخرطوم بعد اندلاع الحرب يعني بشق الأنفس، ووصلوا إلى مدينة بورسودان تقريبا بعد شهرين. هل هذا يعني أن يعني هل هذا يعني الطلقة الأولى كانت من ميليشيا الدعم السريع، وأن مجلس الوزراء تفاجأ بهذه الحرب ولم يكن مستعدا لهذا الموقف؟ وبدون شك كل الشعب السوداني تفاجئ بهذه الأزمة. نعم. وليس الوزراء استثناء. نعم. أنا الحقيقة يعني ما كنا متوقعين إنه تقوم حرب بالشكل ده، وده طبعا واضح جدا جدا من حجم الخيانة واللي حصلت داخل بواسطة الميليشيا المتمردة، الخيانة واضحة جدا جدا. لكن برضو يعني بإذن الله تعالى لها فوائد كبيرة جدا، لأنه حس الشعب السوداني كلهم على قلب رجل واحد. أنا دائما في ما شاهدته من خلال الاستنفارات في هذه الولايات، أنا لفيتها يعني 7 ولايات، وجدت أنه الشعب السوداني ده ممكن تقول بنسبة 99 الآن على قلب رجل واحد خلف القوات المسلحة لتحرير السودان إن شاء الله. نعم.